انا طقني بصحن شكشوكه وصحن فول. انا لي انا الحالي طقني بصحن شكشوكه وصحن فول. يا حزن تعبان. لا مو بيوعان بس اني انا هذيك والله تعبان. وانت ايش تبي؟ عادي احنا نقدر ناخذ 15 صحن انا وياك عادي. هذا اللي فوزك الغايب يا رجل. هلا هلا بك يا هلا. قل عليك وقل عليك. لا 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 انا ما معي. انا اذا بيجي احد بكون عازمه. ياكل معي نص صحن قبل ما ينكل. ايش فيك انت؟ لا يا رجال خير ونعمه. كيف العشاء البارح؟ انت في الجوع البارح بعتك كل شيء ولا بقيت لي شيء؟ الحين يجي شرب انت عندي شغل يا محمد. جلدي جلدي يا هذا التسجيل وينه؟ حق عليهم ربع كنا بحهم الجوع. محسن لقى من النوم تقول طالع من حادث. يوه تقلب ابو عظيم. يا مرحبا ابو هجر. تبقى والله يا ابو محمد اغلى من جانا. مرحبا يا مقري. حي من زار وخفف روح عمرك. حي والله من جلس بين ذول الاثنين و... لا 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 تروح لا تروح بعيد يا اخي. والله برد مسأل. والله برد والله غلطه يا مقري. والله برد. اسمع حزاء شاركنا. لا والله الا لا والله والله مشغولين. انتم من؟ انا وسلطان. انا عزمت والله ما الامها داعي. انا عزمت سلطان. فطرنا سوا وناكل سوا. اسمح لنا ما ناكل مع ناس اصواتهم زينه. بعدين انا وسلطان دويتو. بالله بوكس كذا خطافي على حسابي. مدحنا قال اصوات زينه. اوه صح. ايش رايك تدور مشاكل؟ غريبه بحصه. وين الشكشوكه ذيك اللي تسوي دايم؟ شكشوكه هي شكشوكه. لا لا يا بحصه. تبي بيض عيون؟ لا قصدك اللي يحط عيون تبي؟ لا ما تعجبني انا. رد وراك لا القمك على ما تعجبني والله. والله لو تعجبني طرب والله. استغرب بحصه شو مقعده بينكم؟ ها؟ اقول شو اللي مقعدك؟ بحصه شو مقعده بينكم؟ بحصه على طرف. انا على طرف. طيب وش مقعدك في الطرف؟ وش مقعدك بيننا؟ وش هو قصده وش مقعدك بيننا في الطرف؟ على الباب يعني ولا لا اصواتهم زين والله ما تقعد معاه. ها؟ حلو. اصواتهم زين. حلو. احنا حلو. اصواتهم زين. حتى هو صوته زين ترى. والله حتى انا صوته زين. انا ابو سعد. الله على بلوسكا انت كلك زين. طبعا لوسكا اليوم بيفطر ما عنده اخلاق. بيفطر بيفطر وبيتعشى وبيوجه بعد العشاء. السلام عليكم. اربع وجبات مساكم الله بالخير. من اول احنا ما يجينا الا احنا الساعه 1 اول ما نجي احنا اللحن. اول ما يجي احنا اللحن. اول ما يجي احنا اللحن. اول ما يجينا احنا اللحن. ارحب. الله يسلم. الله يسلم امرك يا غالي. اول ما يجي احنا اللي احنا. اول ما يجي الا احنا. والله فرق بين امس اليوم يا ابو حاضر. ابو حاضر امس الظهر ما انت بهنية. جدنا جدنا جاء يا الربع. جدنا جاء. الذيب اخو موكلي. هذا وش هذا؟ اي والله انك صادق. هنا 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 هنا. كيف الراس مفطح؟ اعطني صحن فول واعطني صحن شكشوك. فلطح. يا سلام. والله بغيت اموت اعوذ بالله. ابو فجر. الله يموت على زينك. ابي فول. استر استر وجهك. يلا يلا طلب يجي الطلب. لا لا طلب قبل طلب انقر روق. يجي الطلب على بيت يسجل هناك ورقه. اي 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 يلا يلا مر ورقه. والله قد حرك عيونك اكتب اسمه. لا تغد لا تغدوا يا شباب. تسحب على صفقات كل يوم. لا تغدوا لازم اليوم نصف الطريق. لازم اي لازم والله يا رجال جديد انك تبس. الله يبيض وجهك. والله انك تبس. كم عدد؟ اي والله مساعد اليوم تكفى زود. لا احنا هذول اذا هي كبسه غير كبسه لا بخسر عليك. اكيد انها كبسه. ابو ناصر معكم غازي. غازي طلبت ها؟ شكشوكه بس؟ والله انا والله ما افضل يعني. يا رجال اطلب بس اطلب معنا. ها؟ لا 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 يلا تعال تعال شو ذولي شو ذولي؟ هذا اللي حاطط ما ابي يا اخوي. هذا الغامة ولا يطلبون الا شكشوكه بدون يطلبون على قده. يطلبون شكشوكه. ابن شاي ابو حور تكفى. اقرب اقرب. شو وضع الحساب يا ولد؟ هيان ما يمزح بن هيان. مبيعاتي الاسبوع اللي طاف تدري كم؟ في يده يده شفتها. تدري كم مبيعات الاسبوع اللي طاف؟ 1100 وشوي. سلام سلمنا من شرك وذاك. ما فيها شيء. مرزوق مرزوق حبيبي.
الشكشوكه الشكشوكه الوردة تسلم من شرها وذا. انا عندي سؤال، من اللي تعطر فيها؟ انا هذا اللي لقيته في النص بين وبين انا متعطر. حلو العطر بالله. ايه لكن اول مره هذا عطر يديك يا عطر من وجهي بس مزين على الوجه. مزين الوجه والله. لا كثر وجهك تلبس. الله يكثر وجهك. الله يكثر وجهك. الله يكثر غيرك. تعال بعدين الله بقول لك شو استلمنا من الشر كذاك مدحه. الشر هو الطين اللي تحت الماء. الادم هو الشوكه. المسلم من سلم المسلم من سلم يده. انا حاطك ورده يا تعبان. ها بغي عطني شاي يا ابو الشباب. لا 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 احلى شكشوكه يا ابو سيار. قرب يا اخوي. هذا عيشة عند درس الله. سلطان 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 اسمع تسجل على ظهرك. انا اجيب لك الناس وانت تجلس. ها اللهم انا استودعنا استودعناها الله. بحور اسحب من هذا. نعم نعم الله ما عاد قدر ياكل. ريم البعد يا مقرف. الربع نشبع. انا والله ما اشتي. ليه؟ خلاص والله محسوب محسوب عليك. والله نحسب يسكر. سلطان ادخل مع البوابه خالص. ما عاد يبي طريق برايم ابوه. ابو نايع ما يبغى برايم. لا والله. ما في الا شاهد. نقول هذا. انا اشوف له يومين. والله تضطرون وتردون وتعصون. يوم طلعنا من مسجد يعني غلا. هذولك عشان تصحى منه داخل سلطان. ما بدك تجي. لا هي الخاتمه. لا 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 والله ظلمها. والله يا ابو حصه ابو حصه بينام. والله لا اخوشها صدق. والله والله العظيم خليكم رضي يجي. ايش فيك؟ من روسك حطاني من الغنيه. كفو. تسجع على جنبول. والله ما يسجل. خلاص. يا سلطان والله هذا فطور يا اخوي. يا اخوي تعال انت. وش ذا يا ولد؟ اخر شوف شوف هذا هذا طلب سلطان. عطنا خبز. الله يعافيك ويسلمك يطول عمرك. شوف انه فطور. ترى خبز يا جاب. خبز مرزوق وين؟ لا 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 لا. حي والله ذا العيب. والله انك تجمل دايم لكن الله يحييك. كان عبيت انه ثنتين يا اخوي. هذه كمل المدحك مره واحده مره واحده بس يا عظيم. هذا آه عظيم. عوض الله بحار راك. هنا 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 يا مرزوق. هذا مرزوق جيب واحده هنا. جيب واحده هنا. ايه احنا عطنا من عندنا واحده. عطني شكشوكه تكفى. يا طلب طالب ليه يا رجل؟ وين راح شكشوكتي؟ حرام عليك يا اخي. اول زبون انا اليوم والله زعلت. والله زبون على الطلب. ما عاد بفطر خلاص. لا 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 نزل الشوكه السيء. لا 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 زعل على باقي سيء النوايا. ايش رايكم امس؟ ايه شكرا جزيلا لك. قلت انك مثير للشفقه. سمعت انقز عيونك واكسر اصبعك يا سلطان. شكرا جزيلا لك. من قلت هذا؟ انك مثير للشفقه. من قلت هذا؟ واحد لقيني عرب مسوي فيها روح عربيه وحركات. مضبوط العالم. تدري قال حق من؟ الضيف اللي معي فهد الفيت. لا اتحداك. والله العظيم. خلاص من تحت الهواء عارف لغه عربيه. يا شكرا جزيلا لك انك مثير للشفقه. يا ولد انا مطالبين بين بين شوف لنا سجل. شفت يوم جابها صح؟ لا ايه شفت يوم جابها صح يوم قال هذا مثال فاسد. لا 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 الا يوم قلت له يوم قلت له يعني شلون المثال اللي عندنا مشهور. انا احسب لي ليلين يا مجرب ولا تصير طبيب. قال مثال فاسد يقدح عليه ابو جخيل. الشطه شطة زين شطة. أبشركم عندي مطبخ من ذا اليوم. بعدي. وابشروا والله بالعيش اللي والله ما ندخلك المستشفى. يا ولد تعال كل يا ولد. عاد
شكشوكة لا يوقف. أحر جوع عندي، أحر جوع. اللي هو؟ تجي تاكل شكشوكة. ما فهمت. جوع أي شيء. روح أي شيء. فهمت؟ أعرف لكم واحد من أطوال الأعمار كان متين يمكن وزنه 140. إنه يروح للدكتور. يعني علي استشهد عندنا في الجنوب ما يعالجك ولا يسوي لك تخميم ولا شيء. يجي يقول هذه المادة الخبز تجنبه كذا تجنبه كثر فيه كذا وكثر فيه كذا و... أي هذا اللي يسمنك وهذا اللي يزين. إيه لأن كل إنسان له شيء يسمن. عدني عدني يا أبو سيف. ويجي الرجال يعلمني يقول والله جاهز هاته هاته بس إني أفطر فطور من عدن من الاكل اللي صرنا باله. ايوه نفس هذا. امين والله ماني ادوق شيء الا الفطور. يلا بسم الله عليه الحين القدم ضعف كل المناطق بسيطه بس لا كل ها ودرقي يسمونها المستعصية. وش نقمه شمس نزل يسار ما يسار قصده رعام رعام يود انت شو رأى هنا خلاص رجع ردها تعال طلعها وينها رعام في هذه وش فرق ذا عن ذا انا بذاك بس اوه عدني لا تعالي هذا ثاني فصل بالدم اه كبه كبه بالله يشبه فصول يا اشبه سوزان ألفها اعطيك الماء والله ايش قصة هذا الماء والله كلام كلام اوه والله يسلم يدينا ابو سيار. اي والله. شاء الله ابو سيار. الله اعلم يا رجال متى حنبل نفك من زد رصيدك زد رصيدك يا اخوي صقع مسمعي. بالله ايش الحركه دي؟ السماعه عند راسه. السماعه عند راسه. هنا والله. قال اللهم صل وسلم على رسول الله ذاك اللي في الهيئه. احسب انه حولي قلت ها يحسب انه البوت جات البوم انت في المطعم الله لا يوليك علينا يا الطيب انت خلاص ما عندك شيخ روح روح محاسب ابو هذا ابو رياس ان شاء الله ما نشوف محلك فاتح في القناه هنا دعايات والله كنت بفتح مكان فلوس الرجال يا اخوي ما عاد درى هو منشد هو شيخ هو ذا الحين شاعر كل شيء لا اله الا الله انا اسميه متعدد الوصايف كبك يا جقلك بسم الله ايش جاك يا مرحبا حجام وقلاع بروس الله اكبر بحور الرجل هذا لا سمعت سوء المنقلب الرجل هذا من رئيس قريه الى محاسب إذا سمعت كآبة المنظر والله سوء المنقلب إذا سمعت كآبة المنظر شو هذا الله ياخذ عقلك ايش ياك على سوء المنقلب كم محمد بن عبد الله يستر عليك يس جدك بكلمتين ولا ترى من صبانية من شافك قال احبك والله عني بن عبد الله ايه يعجبني لما مزحت معه مزح ثقيل وقال اه شوفني يا بعض الناس زاحف الشاي ما زهقت انا احسب كاسات الشاي انا بريال بعد كاسات الشاي بريال لا تسجلني فانهيك انت محلك خذ راحتك يا ابو نهيان ودام انك بتاخذ خذ من دمي ما دمك لك انا بالتابع يا دمك اسمع هو الحين يبي شاي بعدين نكمل يا اللي فهمني هو بحوره ما يبي هو خذ من دمي ابي اعطي بيدك طبعا هذا حل نهايته صار يجي بحار جات طيب يا رجال ينفع عندكم ذا والله يا رجال هو عاد على النائم حرج وعلى المجنون حرج هو عاد علي حرج أنت؟ إذا رحت أجبر طبختكم النايم مو بنفس المجنون النايم عليه حرج بدنا شكاك النايم وحتى يذيب والمريض ولا أنت الآية تكلمت الآية لا لا ما هي آية الله يحيي وش يجي ستة أنا أتكلم معك
نطق بس كلام عادي. هل على الأعمى حرج؟ بحور. نعم بحور. لا ليس على الأعمى حرج. أرجوك حبيبي ها؟ ليس على الأعمى حرج. طيب ما في شاهي؟ ما هي القيمة المضافة لل ها؟ قل يا رجال يلا حبيبي اي في الظاهر يا ويا حالي أنا جابر لا تسجل عليه يا حبيبي ترى جاي زيارة يعني نبغى نتقهوى اقول صل على النبي والله والله اني لو اعين اسمي ما اعين اسمه قدامي كل واحد والله جالس مسجل انا اول هذا الثاني صح هذا اللي يمشي يا رجال ابشركم بشرى جابر بدا ينام نوم يا ولد يا ولد مقاول يا شيخ ليه نومه تقول ماسك لها مطرقة ايش فيك انت؟ مشكلة ما هو ذنبي اذا فيك جني نقرا عليك؟ لا شو اقرا؟ اخي شو اقرا؟ يا رجال انت مطلع اثنين نومهم ثقل كانوا نوم خفيف فيصل شافي وجابر ما انسى مطوع قرا عليك لا خلاص يا ابو ما انسى مطوع قرا عليك في رمضان بيض الله وجهه بس خلاص قرا عليك قرا عليه في رمضان الرجال ما قدر بعد راسي يا ابو خلص القراءة في وجهك ايش يا قال اخرج اخرج والله تني انا براسي من اول يوم انت طشطش وجهي ما جاني شيء قال ان شاء الله ما في كذا العافية الله يوفقك ومن ذاك اليوم كم مرة واحد يصير يودي واحد تعبان للشيخ ولا ما قال عند الشيخ الا تعبان طيب وهو اللي يمرض والله والله كان معي خوي اللي من مع شنبات كذا لما رحنا في حفل ربعه لما طلعت وانا متضايق اثره فيتامين د يوم نقص عندي جتني نفسية ايه ويتعبك والله هنا قال ابو فلان والله ابشر بالقاري وشلني ويقول ربعي قلت لك ما يلحقون حوار امه قلت لا يا حليله والله ونروح ونودين عند شيخ في الفيصليه فيصليه وش؟ الدمام اشوف والله ونروح له ويوم دخلنا عنده والله دخلنا في ذاك المشب قلبه مشب كبير يقرأ على الناس فيه إيه حط إيش اسمها كراسي في الوسط ظهر كذا وحط كراسي داير ما دار يوم دخلنا سكر أول قبل لا ندخل في راعي بانوراما جديد يطحن لقمة المستحي لا تخلونها والله هندم بها غرقات والله تطحن دم بها غرقات أنت محمد من هند ولا مع غطر دم بها غرقات أنت محمد دي اللقمة دي والله وين هي كملها واحد المهايط راعي سيارة فخمتني يوم يدور على زفلت تسمع قرطبة الحيوت من ينزل وفي سنة ما والله قلنا الرجال والله قلنا يمكن انه بيجي يطقطق علينا ويروح يسر الله برك المهم يوم دخلنا قالوا 10 ريال يا اخي احنا ما معناه قالوا من 10 ريال عشان الزيوت والذي اللي يطشطش ما يجينا عرفت والله ما عيناها ما معنا شيء دراهم في السيارة والرجال بده يقفل المهم دخلنا من يسكر الباب من يحط على الباب سكين علشان لا الجن لا تخرج ولا عرفت ذولا مدري ما ادري والله حط سكين لان تخاف الجن من ال ها قول اسمع هذه من حقات البحور اي والله ما ادري لا هو حاط ان السكيات هم ما يفهمون الضايق للباب ايوه عشان ما يرقل الباب هجا خوي ذا مع شنبات كذا مجلس قدامي وانا هنا راعي السيارة الفخمة جاء على يسار والله ما جلست قدامك ولا شيء هل نعلم انا ايه انت قول لا يقول راعي ان شاء الله تجلس قدامي بدل هو يقرون عليك 26 شيخ محمد هو يقول راعي شنبات راعي شنبات راعي السيارة الفخمة على يسار قلت السلام عليكم قال كذا مصدق شوف راعي السيارة الفخمة قلت السلام عليكم قال الله يسلم اسلم على شايب على يميني شايب منتهي قلت ايش حالك؟ قال بخير قلت ايش عندك؟ قال عندي عاشقه. وين عيوني؟ قال والله عاشقه، قلت بالعافيه. المهم والله وجي خوي قدامي قرا علينا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم رجت الارض. ابو رمز لي يقول لي كذا. ما عليك منه. يشملها العفو. يشملها؟ يشملها العفو والله لا يحيي. المهم يا طلع بالسلامه ويجوا يقرا علينا معه مكبرات. بسم الله الرحمن الرحيم يا ولد رعب مكبرات ايش؟ رعب يا ولد مكبرات ايش؟ مكبرات سماعات بنادق ذا اذا تعدى 6 شهور ما جاه تحول في قاعته او توحد او تحول وش؟ او لا يرادي بيجي خلايا بتموت اذا ما يفلقها مثل ما يفلق الانتفاضه خلايا المخ
اسمع يا مروان كبرات الشيخ كبرات الشيخ ايه فيها شيله اخر قران قران شغل الشباب على البلوتوث قران انه يضحك ضحكة السخرية المهم وجه خوي قدامي صامت هلا فن ما في شيء ويقرا علينا اول ما قرا فن 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 الجنية اللي مع المهايط اذا عط فيها عاطفة والله وانا اقول كذا ضحكة البسطة يقول الشيخ لا يكسر ظهره قلت والله ما اجي ولا قربه رجال مد ايده كان 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 ينجس كبه المهم وشوي ذا معطفة الشايب أفرها مثله عجوز عطفة بسيطة إيه والله والله يا رجال عطفة شكلها رقدة أما بالبارح هو يطبع الرجال ذا من قبيلتنا والله هو نعم كرم من عندي عندهم عوائد وعندهم خوي المهم قرى بنيتات الخوي لقده يقول كذا بالشنب من هي حمر خوي استخدم ذا مهم في جنبي خويك ايه وشوي بلا وجاء الشيخ يوم جاء الشيخ ورجلت كل كذا يوم قلت عنده قال هذا وش الصوت ايش جلس يستمر مع الشيخ يستمر معه من ذاك اليوم والله شيخكم ذاب مشكوكم بوضع ايه هذا السالفة جديدة لا 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 يا والله ما يفهمون والله السالفة مين جديدة بس توها ذكرها جالها طاري وذكرها صح يا ابو عوم يا اخي ما قدرون ذا والله انتم بعدكم ولا شيء جدكح والله اذا انتم بلحوا اسمع اسمع بدرجة معكم شيخ الفلس والله رحنا الاستديو انا محمد فلاح وجبط ليه اشكال ترى ما هو ذنبي اذا انت غبي للدرجة ما هو ذنبي اذا انت تاكل قراطيس انا عندي غنم زمان اذا جاها باطنيتها تعبانة وكذا اعطيها قراطيس اعطيها قراطيس وكراتين عشان يسد الفتحات اللي في المعدة لا لا ابو حور ابو حور ابو حور اقعد يا شباب يا ابو حور يا غازي يا شباب يا شباب والله ما يصير كلام قول اسفين 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 يعني حاسب والله يا طيبة قلبي علمهم مسالفة المطوع اللي قرا عليك يوم حصل فيك البلد قال لك اخرج قرا علي من يدقني في بطني تسمع باللكمة الصاعدة فيه لكمة اسمها اللكمة الصاعدة اللي من تحت على فوق اسال الرجال ذا كذا طن تدخل في 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 الكلاب في الكب مع قفص يحلمونك على الكبد ما وقع ايوه اسمع اسمع الشرح كيف الشرح ايش تسوي لما ضربك؟ صاعد يطلع الكبد الكبد يبشم الريف مع الكبد يعني يدفر الاحشاء الى وين؟ قرا علي يوم خلص يا طيب السلامة وانا حلم والله انا وياه صحبه وشوي قال اللهم ما شاء الله اخرج يا عدو الله ودعناك الله ارجع ارجع مو انت قلت الله يسر امرك سلطان ما بابا وين اليوم سلطان ما بابا سلطان والله ما انت طيب ذاك الجيمس تكفى يا جماعه يوم شيلته انا فوق التنده يقول كذا الحمد لله ان هذا الشيله
يا حيوان ركز. عجبني بلال قال قال ذا يا شباب اجلس وقال بربط بام قال لا لا عايش صيروا على طرح على طرح. تدري ايش سويت يا محسن؟ يا سلام. لكن بالله يسامحني والله انك ما ادري الان الرجال حاط الكوب كذا وانا فوق التنده ولد في الكوب. شوف الجريمة قال فصل هات كرك طبعا كان نص انا اليوم امن اكثر طيب في برد هاك والله انا قاسي القاسي ذاك شربت لاخر قطره يمكن باع معي معه مني عين وراحت يمكن انا عند زمان في عمل والله اني احس الغازي الذيابي انه تعبان منك اسالك بالله والله كاسه بس سعد ابشرك تمت ال تم تم الوصول تم التلعيب تم والله لا يحيي ارامنا بغيت تزلك اقسم بالله اقسم بالله بغيت كلمه جميله عظيمه الشان الرجال اللي فعلت لليوم هو مو والله نرتاح والله نرتاح والله هنا هلا اليوم رنق انه 1-2-3 اضبط رنق 1-2-3 الله 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 لا يسر عليها رشوان سواها وطلع اول والله والله رشوان سواها في عند الحمامات اول ابراهيم واتجه اليوم الثاني درب السلام اي والله اعجبني يوم سوينا مسرحيه انا ونشوان وشاف عبد الاحلامي قال يا ابويا احنا في خير وفي نعمه ويوم شاف عبد الاحلامي قال ما ادري شو اسمه شو اسمه وحش عليك بالاحلام يا اخي طيب عبد الله شلون الله يجزيك ما في اي فائده من السالفه طيب يا رجال انا رجال وقت العمل عمل انا يب. عندي مطعم يا الله يوفقك يا رب كفك الله يهب القنبله احنا بينتهي البرنامج لازم وسلم الحين وسلم سوا 1-2-3 سلام بالله 1-2-3 سلام 1-2-3 سلام لا ابغى كلكم عشان هذا 1-2-3 سلام كلام جميل 1-2-3 سلام وانتوا في إجازة ولا ايش؟ يلا 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 يا شباب 1-2-3 سلام 1-2-3 سلام لا يلا بيسوق قبل طقطق والعالم قبل الطقطق يا رجال كبيد يا بيه اقول ورانا نوم يا الطيب جاي تقول لي تعال المطبخ لا تذكر النوم لي خلني ها حد قد يحرك عيونك بصابعه اي والله اتوكل على الله ها لا تلبسني ولا لبسك افلح سلام شو موضوع هذه ها اقول وش موضوع مدري والله مدري والله الشعب منتهي هناك عشان مطلع لهم كلمه انا شبابك شن علي 1-2-3 سلام سلام
زد رصيدك جاي يعيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر